نشرة الأخبار من التلفزة الوطنية التونسية نستهلها بالعناوين. رئيس الحكومة يعلن قبوله استقالة وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة فاضل عبد الكافي من الوزارتين. إعلان جملة إجراءات لتطوير المنظومة الصحية في ولاية زغوان والوقوف على نقائص تستدعي التدخل العاجل. هجوم ثاني يستهدف منطقة سياحية في مدينة برشلونة واعتقال 4 عناصر من المشتبه فيهم. منتصف الليل من تونس، أهلا بكم. أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أنه قبل الاستقالة التي تقدم بها وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة فاضل عبد الكافي من الوزارتين، كما أعلن أنه كلف الوزير المستقيل الفاضل عبد الكافي بمواصلة تسيير أعمال الوزارتين إلى حين تسديد الشغور. وقد أوضح عبد الكافي أنه قرر الاستقالة لأنه سيمثل في 4 سبتمبر القادم أمام القضاء على خلفية قضية كانت قد رفعتها ضده الإدارة العامة للديوانة وتتعلق بمعاملات مالية للشركة التي يمثلها قانونيا. وكان عبد الكافي قد قدم في 10 من أوت الحالي اعتراضا على حكم ضده في هذه القضية يقضي بسجنه وتغطيته بمبلغ 1,800,000 دينار. استقبلت اليوم سيد فاضل عبد الكافي وزير التنمية والتعاون الدولي والاستثمار ووزير المالية بالنيابة اللي قدم لي مطلب استقالته من الحكومة بعد ما اكتشف صدور حكم غيابي صادر في حقه منذ سنة 2014. وأنا بعد قبولي الاستقالة طلبت منه أنه يواصل تصريف الأعمال إلى حد سد الشغور. نحب بهذه المناسبة نجدد شكري على كل المجهودات اللي بذلها على رأس وزارة المالية والاستثمار خلال السنة الفارطة، وكان مثال للاجتهاد ومثال الكفاءة، ونقدر كل التقدير خياره أنه يتقاضى للاعتراض على الحكم خارج إطار العمل الوزاري. وهذه هي رؤيتنا في حكومة الوحدة الوطنية للتقاليد الديمقراطية للجمهورية الثانية. فاضل عبد الكافي سيبقى كفاءة عالية في خدمة تونس. تفتح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بداية من اليوم السبت تفتح باب الاعتراض على القائمة الأولية للناخبين وفق فاروق بوعسكر عضو مجلس الهيئة. والهيئة حاليا بصدد انتظار صدور الأمرين المتعلقين بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية وبتحديد سقف التمويل العمومي والخاص للحملة الانتخابية. بعد وضع القائمة الأولية للناخبين بمختلف فروعها الجهوية والبلدية وموقع الويب الخاص بها، تنطلق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بداية من الغد وعلى مدى 3 أيام في تقبل الاعتراضات. اللي يحب يعترض على قائمة الناخبين بطبيعة الحال يلزم يطلع على القائمة هذه، ثم إذا كان عنده اعتراض مش يتوجه الاعتراض متاعه إلى مقر الهيئة الفرعية للانتخابات اللي يرجع لها بالنظر. الاعتراض وفما 3 حالات 3 صور للاعتراض، إما أنه يطلب ترسيمه في سجل الناخبين، أو أنه يطلب يعني شطب اسم في سجل الناخبين ما توفرش فيه صفة الناخب، أو أنه يطلب تصحيح خطأ في سجل الناخبين. ده الاعتراض يتقدم بمجرد مطبوعة وتودع على دا مقر الهيئة الفرعية للانتخابات اللي يرجع لها المعترض بالنظر. في صورة أنه قبلت الاعتراض بعد الحال مش تستجيب للمعترض في الترسيم أو في التشطيب، وفي صورة أنها رفضت الاعتراض بعد الحال لازم تعلم المعترض، لأنه وقتها مش يولي عنده الحق في الطعن في قرار الهيئة لدى المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا. 18 من شهر سبتمبر المقبل سيكون آخر أجل للبت في الطعون ونشر القائمات النهائية الرسمية للناخبين، ليفتح في 19 من سبتمبر باب الترشحات للانتخابات البلدية، مرحلة استعدت لها الهيئة بإعداد دليل للترشحات يتضمن شروط وإجراءات الترشح إلى جانب إعداد منظومة معلوماتية. فيها لي باز دوني نتاع الناس اللي توفر فيهم الشروط، الناس اللي ما توفرش فيهم الشروط، الناس المحرومين من حق الترشح، دونك هذه الكل مش تكون موجوده في المنظومه المعلوماتيه. فما زاد شروط خاصه جابات القانون انتخابات البلديه تو في خصوص يعني الناس اللي يلزمها تقدم ما يفيد خلاص او ارجاع قيمه التمويل العمومي. هنا كل شخص بقله الترشح المنظومه مش تشير له
اولا انه ترشح سابقا، ثم مش تشوف اسكو هو خالص والا مش خالص. اذا كان هو خالص دونك يتعدى الترشح نتاعو عادي، اذا كان مش خالص لنا باش نطالبوه بشده خلاص من مصالح وزاره الماليه. وفي انتظار غلق باب الطعون والاعتراضات وصدور القائمات النهائيه للناخبين، يبلغ عدد المسجلين في السجل الانتخابي 5,740,000 ناخب. أفاد سفيان أصليتي الناطق الرسمي باسم القطب القضائي المالي بأن قاضي التحقيق بالقطب أصدر ليلة الجمعة 3 بطاقات إيداع بالسجن في حق 3 متهمين لتورطهم في قضية التفويت في عقارات محل مصادرة لأحد رجال الأعمال، كما قرر الإبقاء على 2 آخرين في حالة سراح. وقال سليتي أن ملف القضية المعروضة منذ أسابيع على النيابة العمومية بالقطب يشمل 8 أشخاص، وأن التهم الموجهة لهؤلاء تتعلق بجرائم التدليس ومسك واستعمال المدلس وتهم الارتشاء والتوسط فيه والخيانة الموصوفة، إضافة إلى التهم المنصوص عليها ضمن الفصل 96 من المجلة الجزائية. وشدد ناطق رسمي على أن الأبحاث ما تزال متواصلة بشأن هذه القضية. جاء في بلاغ لوزارة الداخلية أن الوزارة تطلب الإبلاغ الفوري عن عدد من العناصر الإرهابية نشرت صورهم على موقع الوزارة على الفيسبوك، وذلك في إطار تعاون المواطنين مع الوحدات الأمنية وتوقيا من الأعمال الإرهابية عند مشاهدتهم أو الحصول على أي معلومات تخص مكان وجودهم أو تحركاتهم. وتضع الوزارة على ذمة المواطنين الأرقام التالية: 71-335,000، الرقم الأخضر 80-10-11، الحرس الوطني 193، الأمن الوطني 197، أو الاتصال بأقرب وحدة أمنية أو عسكرية. قدر الاحتياطي الصافي من العملة الصعبة إلى منتصف شهر أوت الجاري ب90 يوم توريد، ما يعد تراجعا بالنسبة للفترة نفسها من السنة الفارطة. أسباب هذا التراجع وتبعاته وكيفية تداركه في النقلة التالية. تراجع احتياطي تونس الصافي من العملة الأجنبية إلى حدود 90 يوما يعني تبسيطا السيولة المتوفرة لدى البنك المركزي التونسي لتغطية الحد الأدنى من أيام التوريد، تراجع يؤشر وفق بعض الخبراء الاقتصاديين والماليين على انخرام مصادر هذا المخزون. مش نفهمه المخزون البلاد التونسية من العملة الأجنبية منين متأتي؟ هو عنده 5 مصادر أساسية. المصدر المهم والأساسي هو الصادرات، لما تصدر دخل عملة أجنبية تمشي في رصيد تونس من العملة الأجنبية، أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أو السياح أو تصدير الخدمات السياحة، أو تحويلات التونسيين المتواجدين بالخارج، أو طبعا القروض وهي أسوأ المصادر. ويطرح هذا التراجع في رصيد تونس من العملة الصعبة مسألة الكلفة التي قد تدفع بالدولة من جديد إلى دوامة الاقتراض. الكلفة متاع تدني سعر العملة كلفة غالية، لأنه نلتجي في الحالة هذه للسوق الخارجية ونولي ونشري العملة بأغلى الأثمان، ولذا يلزمنا نلقاو نوعا ما من التوازن ونلقاو نوعا ما من الحيطة. اللي يهمنا هو كيف ستتعامل الأطراف الأجنبية مع هذا الوضع. لما الأطراف الأجنبية وخاصة منها المؤسسات المالية تشوف أن تونس وصلت أو نزلت دون مستوى 90 يوم توريد، تصبح تتساءل على قدرة البلاد التونسية بالوفاء بالتزاماتها المالية سواء كانت مصدرها تجاري أو مالي أو مهما كان. ويقدم التشخيص الدقيق لهذه الوضعية المالية الحلول الممكنة لتجاوز الظرفية الحالية التي ارتبطت بتسديد تونس لقسط من قرض ساموراي منذ أيام. الحل المباشر هو دفع التصدير، دفع السياحة، وإن كان المنتظر من السياحة كان يكون أحسن من اللي احتجناه، وإن شاء الله تتحسن الوضعية في الفترة المقبلة. لكن أهم من ذلك كله هو ترشيد المواد اللي يقع الاستيراد متاعها. على قد ما نضغط على الاستيراد وعلى قد ما نرشد الاستيراد متاعنا ونعطيه الأولوية للمواد الأساسية والمواد الحيوية ونستغنيه عن المواد الأخرى، على قد ما ينقص الضغط على طلب العملة. ويعد مستوى 90 يوما من احتياطي العملة خطا أحمر اقتصادا، باعتبار أنه يوظف لتوريد المواد الأساسية والأدوية والمحروقات والمواد الأولية المستعملة في التصنيع، وكذلك في تسديد مستحقات الدين الأجنبي.
تم الإعلان خلال المجلس الجهوي للصحة الذي أشرفت عليه وزيرة الصحة عن جملة من الإجراءات لمزيد تطوير المنظومة الصحية وتقريب الخدمات من أهالي زغوان، أهمها تطوير 4 مراكز للصحة الأساسية من الصنف الثاني إلى الصنف الرابع. هي صورة مختزلة تشخص وضع معظم المستشفيات العمومية في تونس، نقص في التجهيزات والأدوية والإطار الطبي المختص. ولاية زغوان وكغيرها من مختلف ولايات الجمهورية تشكو قطاعاً صحياً بنقائص عدة، ف49 مركز صحة أساسية بجهات الولاية 70% منها تقدم خدمات صحية يوماً واحداً في الأسبوع. إخلالات في علامات الصحة وأشغال توسعة تعطى فيها الأولوية للمكاتب. عندنا عديد من المستشفيات وعديد من اليوم من الأقسام اللي حضرت وماهيش جاهزة، معناها ماهيش وظيفية، وهذاك علاش نحاولوا باش ما نعاودوش نفس الخطأ، على خاطر يلزم نعرفوا اللي هذايا باش يؤدي خدمات صحية، يلزم نشوفوا راحة المريض. وقفة قد تكون بدايتها مع إعطاء الأولوية لمراكز الصحة الأساسية عبر دخول مركز الصحة بكدية شعير من معتمدية الفحص حيز الاستغلال. في العادة أنه نمشي لسبيطار الفحص يبعد علينا 9 كيلومترات، من بعد نمشي يتحولون إلى الزغوان يحولون لتونس، معناها فما صعوبة بركة كبيرة برشا. جاونا البرسونال تاع مستشفى الفحص والطبة والسيدة الوزيرة وراو خايفين غدوة ولا جمعتين وثلاثة والمستوصف ما يحلش. زيارة وزيرة الصحة سميرة مرعي إلى عدد من المنشآت الصحية سبقت بالمجلس الجهوي للصحة، مجلس أعلن فيه على عديد القرارات، منها بالخصوص تطوير مراكز الصحة الأساسية من صنف 2 إلى صنف 4 بكل من الفحص وبرمشارقة والنظور وزغوان، فضلا عن الموافقة على أحداث 4 مراكز صحة وتهيئة عدد من المباني. عليه الوضع صعب والإمكانيات محدودة خاصة بتدين المستشفيات، لكن اليوم الأولوية لتحسين الظروف الموجودة وكل الاعتمادات الموجودة في الصيانة وفي الصيانة للمكتسبات اللي عنا. في القرارات اللي اخذيناها معناها تطوير المراكز الصحية الموجودة وخاصة اللي تطوير الـ4. قرارات لم ترقى إلى تطلعات عدد من نواب الجهة في مجلس نواب الشعب. انتظرنا قرارات كبيرة، انتظرنا إجراءات، عنا عديد الإشكالات والنقائص والنواقص على مستوى الجهة في قطاع الصحة، لم يرتقي إلى مستوى انتظاراتي شخصيا كنائب شعب. قطاع صحي يشخص على أنه في حالة صعبة بين نقص في التجهيزات أو الإطار الطبي المختص أو غيرها من النقائص، يبقى معها الحل في وصفة تعيد عافية القطاع وتزيل أنات مريض. الأخبار ودوليا نبدأها من برشلونة، حيث جد هجوم إرهابي ثاني في أقل من 24 ساعة. وقد أعربت تونس عن استنكارها وإدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي أسفر عن عشرات القتلى والجرحى من المدنيين. إسبانيا التي لم تستفق بعد من الهجوم الدموي الذي استهدفها يوم الخميس وأسفر عن مقتل 14 شخصا وأكثر من 100 جريح، كانت من جديد عرضة لهجوم ثان دهست خلاله سيارة عددا من المشاة على شاطئ كامبريلس في منتجع سياحي، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص يحملون أحزمة ناسفة تبين لاحقا أنها غير حقيقية، مع جرح 6 مدنيين وشرطية. وأعلنت الشرطة الإسبانية أن منفذ عملية الدهس في لا رامبلا قد يكون من بين القتلى 5 في هجوم كامبريلس، في حين اعتقلت 4 أشخاص مشتبها في ضلوعهم في الحادثين، وفي الآن نفسه أطلقت عملية بحث واسعة عن مشتبه به يدعى موسى أكبير. وحسب الشرطة الإسبانية فإن الهجومين الدمويين جرى التخطيط لهما منذ فترة من قبل أشخاص ينتمون إلى بلدة الكنار التي كانت مسرحا يوم الأربعاء الماضي لانفجار داخل منزل، حادثة ربطتها الشرطة الإسبانية بالهجومين. وفيما يتعلق بالضحايا، أعلنت الشرطة أنهم ينتمون إلى 34 جنسية من بينهم فرنسيون وجزائريون وكويتيون ومصريون، كما كان مواطن أمريكي أيضا من بين الضحايا وفق ما أعلنه وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون.
وكان رئيس الوزراء الإسباني أعلن الحداد لمدة 3 أيام مع تنكيس الأعلام إلى حدود يوم الأحد القادم، ودعا إلى ضرورة إرساء تعاون دولي في مواجهة التهديدات الإرهابية، وأن تكون مكافحة هذه الظاهرة أولوية الدول، خاصة بعد أن أصبحت وفق قوله ظاهرة عالمية. وأعربت عديد الدول الغربية عن وقوفها إلى جانب إسبانيا ودعمها لها واستعدادها لتقديم المساعدة على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا. وفي توركو الواقع جنوب غرب فنلندا، جدت حادثة طعن أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين بجروح، من بينهم المهاجم الذي فتحت عليه شرطة النار قبل أن تعتقله. وقد طلبت السلطات الأمنية من المواطنين البقاء بعيدا عن مركز المدينة مع مواصلة البحث عن مشتبه بهم محتملين، كما عززت الشرطة الفنلندية قوتها في مطار العاصمة هلسنكي ومحطات القطارات. أعلنت القوات العراقية مقتل 7 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في قصف جوي خلال عبورهم من مدينة القائم بمحافظة الأنبار غرب سوريا. وذكر مصدر أمني في هذه المحافظة في تصريح إعلامي أن طيران التحالف الدولي قصف عددا من عناصر داعش خلال محاولتهم العبور من القائم غرب الرمادي إلى سوريا. وتشهد محافظة الأنبار، وهي أكبر محافظات العراق، عمليات مسلحة ينفذها هذا التنظيم الإرهابي راح ضحيتها أفراد من القوات العراقية ومدنيون. قالت الولايات المتحدة الأمريكية أنها ستبدأ تدريبات عسكرية مشتركة مع كوريا الجنوبية في 21 من هذا الشهر، وذلك في ظل تزايد التوتر بشأن برنامج كوريا الشمالية للصواريخ والأسلحة النووية. وجاء في بيان لوزارة الدفاع الأمريكية أن نحو 17,500 عسكري أمريكي سيشاركون في هذه المناورات، علاوة على جنود من عدة دول من بينها أستراليا وكندا وبريطانيا، ويهدف ذلك لتعزيز الاستعداد وحماية المنطقة والحفاظ على الاستقرار بشبه الجزيرة الكورية. انتهت النشرة مشاهدينا الكرام، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. رئيس الحكومة يعلن قبوله استقالة وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة فاضل عبد الكافي من الوزارتين. إعلان جملة إجراءات تطوير المنظومة الصحية في ولاية زغوان والوقوف على نقائص تستدعي التدخل العاجل. هجوم ثان يستهدف منطقة سياحية في مدينة برشلونة، واعتقال 4 عناصر من المشتبه فيهم. ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية تونيزيا TV.TN. أشكر انتباهكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.